التنظيم كويس بس الدعايه هي الوحشه من ناحيه ما التلفزيون ما الدعايه فيه قليله جدا، الوسائل اللي فتات في الشارع قليله جدا جدا، حتى الباصات اللي هي كانت بتنقل الجمهور مش موجوده السنه دي قليله جدا برضه. المعرض السنه دي قليل جدا، الاقبال عليه ضعيف جدا جدا جدا، لا يقارن باي سنه تانية. لا هو معرض سلبي بكل المقاييس. يعني احنا بقول لك مثلا لو عايز نعمل مقارنه بين السنين اللي فاتت لا تعدى السنه دي عن 5%. مفيش اي ارباح؟ لا لحد دلوقتي مفيش. احنا املنا في الاربع ايام اللي جايين دول، بس الايام اللي فاتت كانت صعبه قوي. يعني الجو مريح جدا السنه دي، طبعا برضو في حكم الاوضاع في البلد حاليا وبتاع، فالامور صعبه يعني مفيش اقبال برضو، وبرضو الاسبوع الاولاني ده بسبب الاحداث اللي حصلت في البلد وكده ما كانش في حد خالص، يعني مفيش اي اقبال زي ما حضرتك شايف كده. لكن بالنسبه للتوضيب والنظام وكده فالحمد لله، يعني زي ما حضرتك شايف ما اثروش معانا في اي حاجه والتوضيب كويس. هو بصراحه يعني المعرض كويس وماشي مظبوط ومتامن حلو، ومفيش اي ولا خسائر ولا في اي حاجه خالص. لا تامين كويس جدا والامن يعني مامن كل حاجه. لا هو السنه دي فيه بس مش زي كل سنه، يعني هو السنه دي حلو وماشي والزباين كتير ومفيش اي حاجه، بس قليل شويه عن كل سنه. يعني المعرض طبعا السنه دي الاقبال ضعيف جدا، واخد بالك نظرا للظروف السياسيه اللي بتمر بها البلاد. والسنه اللي فاتت طبعا كان احسن بكتير لان كان في يعني شبه استقرار. الوضع التنظيمي يعني حقيقة غير السنة اللي فاتت تماما، لأن السنة اللي فاتت كان الدخول من عدة بوابات، أما الدخول السنة دي من بوابة أو اتنين، والتفتيش طبعا بياخد وقت طويل وطابور من المواطنين، فده سهل الحركة وخلى ناس كتير يمكن تزهق وتقول احنا مش داخلين، أنا أتفتش ليه وأخش أتفتش وكده يعني.